fighting the clock every minute. كريم حبيبي تاني يا كريم فاست فود؟ ما انا عامله لك اكل وسايبهولك. انت ايه اللي جابك بدري؟ الريحه دي ايه اللي جاب السجاير دي هنا؟ السجاير دي بتاعت مين؟ دي سجاير يا لبنى. كيمو ما بيدخنش، لو بيدخن هيقول لابوه، مش كده يا واد؟ ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، كنت معدي بالصدفة وقلت اطلع اقعد معاه شوية، أنا عارف إنك الوقت ده بتبقي في الشغل. خش جوه يا كريم. لسه باكل. خد أكلك وخش جوه كل في المطبخ، يلا. خلاص. يلا. خش يا حبيبي جوه. خش، ماما شكلها عايزة تقول لي كلمتين حلوين. بقول لك إيه؟ الويك اند اللي جاي هتروح السخنه وخلص مذاكرتك ما تجيليش بكتبك. النهارده الصبح مسكت المسدس وكنت هقتل واحده، تخيلي. بقيت ادور على اي حاجه تخليني ما اعملش المصيبه دي، وانت عارفه لا ليا اهل ولا اصحاب ولا اي حد افضفض معاه. قلت اطلع اقعد مع الواد شويه يمكن يفصلني وينسيني. يا سلام، كده انت بقى اكلتني بالكلام ومش هعرف ارد عليك، صح؟ لا لا لا، انا بتكلم بجد والله، مش بس حبيك، انا فعلا كنت هقتل واحده النهارده الصبح. اكيد واحده من الناس الزباله اللي انت عايش معاهم ولا اللي انت مشغلهم. تخيلي واحده نظيفه واول مره توسخ، وسخت معايا انا. انا ما يخصنيش الكلام ده، انا كل اللي يهمني الاتفاق اللي بيني وبينك. كفايه قوي اني بسيبه يقعد معاك في الويك اند، وربنا وحده بس اللي عالم هو بيشوف ايه من القرف اللي انت عايش فيه هناك. بقول لك ايه، أنا ممكن آخد كريم بالقانون، أنا سايبهولك بمزاجي. لا يا هشام، أنت مش سايبه بمزاجك، أنت سايبه عشان ما يشوفش العيشة اللي أنت عايشها ويشوفك على حقيقتك، وأظن ما يشرفكش إنه يشوفك على حقيقتك. خلاص، أنا مش، أنا آسف. يا كيمو، ما تنساش بقى الويك إند، ها؟ باي. انما ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ ها با. ايه ده، هو مشي؟ كم مره قلت لك ما تفتحش الباب لحد وانت لوحدك؟ قلت ولا ما قلتش؟ حد مين ده؟ ابويا. ايا كان. وايه اللي ايا كان؟ بقول لك يا ماما، المشاكل اللي بينك وبين بابا دي انا ماليش دعوه بيها. ده ابويا لما يخبط على الباب مش هقول له استنى استاذن من ماما. انا ما قلتش تستاذن، بس على الاقل تكلمني وتعرفني انه موجود هنا. ده عشان تيجي تطرديه زي ما عملتي، صح؟ لا، عشان ما اجيش الاقي البيت كله ريحته سجاير، ولا حضرتك قاعد بتاكل في اكل مقرف من بره، وانا قاعده سهرانه طول الليل اعمل لك في اكل عشان ترجع تلاقي اكل. خش جوه. احنا كده تمام، بس بص يا مدام رانيا، انا مش هقدر اديلك الميزانيه النهائيه دلوقتي خالص. ليه يعني؟ علشان انا مش هشتغل مع نفس الصناعيه اللي انا متعود اشتغل معاهم في شركتي، انت فاهمه طبعا. ممكن اي واحد فيهم يزعل مني لاي سبب ان كان فيتكلم، وساعتها بقى هلاقي نفسي بره الشركه في صمتي. يعني انت محتاج تشوف الصناعيه التانيين الاول. بالظبط كده، يعني اي ميزانيه هقولها لحضرتك دلوقتي اكيد هيبقى فيها هامش 20% زيادة أو أقل، أنت فاهمة طبعًا. الناس دولت مالهمش تسعيرة محددة، دول بيشتغلوا على حسب مزاجهم وزي ما هم عاوزين. أوكي، عمومًا أنا نرمين قالت لي ما تقلقيش منه خالص، وأنا بثق فيها ثقة عمياء، بس أهم حاجة عندي المواعيد، يعني لازم آخد الفيلا وتكون خلصانة خالص قبل رمضان. إشمعنى قبل رمضان يعني؟ رمضان يعني إجازة، بعدين عيد صغير، عيد كبير، ودخلنا في سنة. واضح ان حضرتك شطبتي حاجات كتير قبل كده، مش اول مره يعني. يا ده انا طلع عيني. رد، دي رابع ولا خامس مره حد بيكلمك؟ هي دي المدام؟
ايه ده، هي باينه قوي كده، مفضوحه انا قوي كده يعني. طب معلش رد بس عشان نعرف نتكلم مع بعض. عندك حق، ما انا لو ما ردتش مش هنعرف نقول كلمتين على بعض. بعد اذنك. الو. ايوه حبيبتي. انت ما بتردش ليه؟ لا ابدا، اصل انا في ميتنج شغل كده. ميتنج شغل؟ انا سامعك يا لكسات، انت مع نرمين؟ يا ستي ارحميني بقى، والله العظيم ثلاثة وحياة زينة وزياد أنا مش مع نرمين، أنا قاعد مع عميلة تانية خالص وقاعدين في كافيه. بقولك إيه، ما تصدعينيش، لما أجيلك أبحكيلك على كل حاجة. المهم أنتِ متصلة ليه أساساً؟ ماشي يا عمر. رجعت من الجيم لقيت داليا سايبة البيت ولما هدومها. إيه؟ طيب، أنا هتصرف.